Hi there, I and my buddy Joe English are sending our regards. Today we continue lecture 20, explaining third year secondary English. We are still on unit 3, and we will talk about the future tenses among other things today. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الأزمنة المستقبلية يعني المستقبل البسيط المستقبل المستمر المستقبل التام في وهي وردت في يونت 3 وأيضا هنشرح أشياء أخرى خاصة في يونت 3. So without further ado, let's share the screen and do just that. Okay. Last time we were talking about technology in medicine and things that they discovered and how robots were helping with doing surgeries and so on. And we stopped at language. This is unit 3, lesson 3. Here he tells me, study the time phrases, which do we use to talk about the past, present, or future. طبعا احنا عرفنا ان كلمة phrases يعني بعض التعبيرات ما هياش جمل كاملة. طيب احنا هو دلوقتي بيقول اقرا الفريزز او التعبيرات ديت وقول لنا هل هي تدل على الفيوتشر ولا الباست ولا البريزنت. These days لما اقول these days هذه الايام على طول يبقى بتكلم على البريزنت. لو قلت these days مثلا a lot of people like to surf the internet. الناس بتدخل على النت تتجول في المواقع عشان تجد حاجه شيقة أو حاجة تجذبها يعني. يبقى إذا these days معناها هذه الأيام يعني بيتكلم عن ال present. طيب soon soon يعني قريبا حاجة لسه ما حصلتش يبقى أكيد في المستقبل. يبقى مثلا لو حبيت أدخلها بجملة أقول مثلا soon I will graduate from high school أو from secondary school. يعني قريبا هتخرج من المدرسة الثانوي. طيب لو جيت أقول one day يعني في يوم من الأيام. أوكي؟ يبقى مثلا اقول one day I will graduate from university. في يوم من الايام سوف اتخرج من الجامعه. يبقى اذا ده حاجه مستقبليه حاجه لسه ما حصلتش. لو شخص مثلا في الثانوي لسه مخلص الامتحانات وهيدخل الجامعه وهيتخرج يبقى one day. يبقى كلمه soon one day دي تدل على او refer to future tenses او future tense. طيب back then في ذلك الوقت من الزمان الماضي يعني يبقى اذا على طول ديت past عشان كلمه back. وكلمه within the next year or two يعني في غضون سنه او سنتين دي معناها برضو future. مثلا اقول within the next year or two I will get married مثلا او within the next year or two I will start my own business. يبقى دي كلها تدل على الزمن المستقبل. طيب in the next decade يعني في العقد القادم. واحد بيتكلم على مشاريع ضخمة أو شيء فبيقول مثلا في العقد القادم يعني في العشر سنين القادمة هيحصل كذا أو في تخطيط من الشركة أنه مثلا يعملوا كذا. In the next مثلا decade the company will start a new program for مثلا a new computer program. Okay, هيبدأوا برنامج كمبيوتر جديد. طيب in the last كذا years مثلا in the last few years أو in the last two years إيه اللي حصل في السنة أو الاثنين اللي فاتوا. يبقى دي كلها تدل على الماضي. يبقى كلمة last تدل على الماضي. Next تدل على المستقبل. Back then على طول past في الماضي. Within the next year or two ده مستقبل future. One day وسون دي كلها برضو مستقبل. These days ديت في هذه الأيام معناها في الوقت الحاضر. زي ما أقول برضو at present في الوقت الحاضر. أوكي؟ طيب دي كلها كنا بنعرف بعض التعبيرات لو جت في الجملة بيسموها markers. Markers يعني تدل ساعتها على إن أنا أحط الجملة في زمن كذا. يعني لو جملة فيها كلمة next year يبقى على طول هحطها في الزمن المستقبل. لو في مثلا جملة فيها soon قريبا يبقى برضو أعرف إن دي مستقبل. طيب next decade العقد القادم دي كلها تدل على المستقبل. طيب هو النهارده بيكلمني على ثلاث أنواع من الفيوتشر. هو مركز في المرة دي في الجرامر على الفيوتشر. فهو بيقول use the future simple المستقبل البسيط اللي هو will زائد الفعل to talk about او طبعا النفي بتاعنا مش هنتكلم عنه لان ديت ما هياش في اساس تركيبه الزمن يعني.
يعني انا بتكلم على المستقبل، احبيت انفي خلاص عادي ما فيش مشكله، انما تركيبه الزمن الاساسيه بقول ويل بلس دي انفينيتيف، ويل زائد الفعل في المصدر، ده المستقبل البسيط. بستخدمه امتى؟ to talk about the predictions in the future and future facts، حاجات انا متوقعها في المستقبل او حقائق في المستقبل. اقول مثلا robots will help doctors and nurses، انا واحد في المجال الطبي وعارف ان الروبوتات بدا استخدامها زي ما قلنا اتكلمنا عن الكلام ده المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات، وبنقول او بنتوقع ان هيتم استخدام الروبوتات اكتر في عمليات جراحيه في مساعده الاطباء والممرضين، يبقى اذا اقول robots will help في المستقبل ستساعد doctors and nurses، يبقى ده المستقبل بسيط will زائد الفعل. طيب مثال اخر او المستقبل بقى نوع اخر من المستقبل اللي هو اسمه future continuous، المستقبل المستمر، تركيبه عباره عن ايه يا جماعه؟ will زائد be زائد فعل في ing، تمام؟ هو فعل ing زائد يعني verb to be زائد فعل في ing، ده زمن مضارع مستمر، لما بضيف له في الاول will لازم be تكون من غير تصريف، يبقى دي اصبحت مستقبل مستمر عشان ما تغلبش نفسك. يعني اصلا احنا عارفين المضارع المستمر هو عباره عن ايه؟ فيرب تو بي زائد فعل في اي ان جي، بس فيرب تو بي ده هيصرف وفقا للفاعل، اقول ام او از او ار، لكن لما احط ويل قبل فيرب تو بي يبقى في الحاله دي مش هينفع اصرف فيرب تو بي، لان هي جت بعد مودل وبالتالي هستخدمها في صيغه الانفينيتيف. يبقى المستقبل المستمر عباره عن ويل زائد بي زائد فعل في اي ان جي. مثال طبعا قلت لكم النفي ما مش قضيه، يعني ممكن تنفي ويل او ما تنفيهاش ديت وفقا للمعنى، انما تركيبه الزمن هي ويل زائد بي زائد فعل في اي ان جي لو انا بستخدم المستقبل المستمر. طيب هات لي جمله مثلا later زي later او soon او مثلا in the future we will be talking about health apps، هنتكلم عن واحد مثلا بيعمل برزنتيشن بقول later يعني فيما بعد، بعد ممكن ساعة ولا حاجة، we will talk أو sorry we will be talking about health apps، هنتكلم عن التطبيقات الصحية، تطبيقات الهاتف الذكي اللي هي بتتكلم عن أو تتعامل مع الصحة، يبقى will be talking about، will أهيت زي ما قلنا وبعدين verb to be في المصدر بدون تصريف زائد فعل في ing will be talking about health apps. طيب ايه فرق بقى المستقبل البسيط اللي هو الفيوتشر سمبل من المستقبل المستمر اللي هو الفيوتشر كونتينوس؟ الفيوتشر كونتينوس هياخد وقت شويه زي بالظبط فرق المضارع البسيط والمضارع المستمر. طيب يا اما ان هو بياخد وقت شويه يا اما المتحدث عايز ياكد او يركز على فكره ان هو هياخد منه وقت، حتى لو الزمنين بياخدوا وقت، يعني انت مثلا بتعمل حاجه بتاخد لها ساعه، حلو، أبقى ممكن أقول I will write an essay، سوف أكتب مقالة، دي ممكن تاخد لها ساعة، وممكن أقول نفس الجملة بزمن المستقبل المستمر I will be writing an essay. طب ليه هنا قلت I will write an essay وهنا قلت I will be writing an essay مثلا tomorrow أو next week؟ يبقى المتحدث نفسه عايز، لو أنا عايز أكد على إن الموضوع هياخد وقت هحطه في الزمن المستقبل المستمر، يبقى I will be writing an essay لو انا اللي عايز اكد على اهميه ان الموضوع ده هياخد مني وقت. طب ما هو لو انا قلت I will write an essay اكيد هياخد وقت، بس المتحدث ما يهموش فكره الوقت اللي الاكشن دي هتاخدها، هو عايز بس يوصل لي معلومه ان انا بكره هكتب المقال او الاسبوع القادم هكتب المقال. فاذا احنا اختلاف الازمنه ممكن تيجي بطريقه ايه المعلومه او ايه المعنى اللي انا عايز اوصله لماي انترلوكيتورز، الناس اللي انا بتكلم معاهم، او ماي ليسنرز الناس اللي بيسمعوني، او الناس اللي بيقروا الكلام اللي انا بكتبه. فده جزء مهم جدا يا جماعه ان احنا نفهم الجرامر او القواعد، انا ليه استخدمت الزمن المستقبل البسيط مره والمستقبل المستمر مره. ممكن يكون انا في الجمله الاولى عايز اوضح بس ان انا هقوم بالعمل ده، ان انا هكتب المقاله الاسبوع القادم next week I will write the essay next week. لو قلت I will be writing the essay next week سوف اكتب المقاله الاسبوع القادم، وده هياخد مني وقت، ممكن ساعه ممكن ساعتين ممكن اكتر. فاذا لو انا كمتحدث عايز اوصل للقارئ او المستمع او الشخص اللي هيقرا اللي انا كاتبه ان فكره كتابه المقاله دي هتاخد وقت، هحطها في زمن المستقبل
المستمر. لو انا عايز اقول له بس ان انا هكتب المقاله وده حاجه لسه مستقبلا ما جاتش يعني بعد اسبوع ولا حاجه، يبقى I will write the essay. يبقى احيانا المتروك لك انت كمستخدم للغه بتختار الزمن المناسب للقصد اللي انت عايز توصله اللي بيسمعك. تمام؟ طيب في زمن ثالث هو المستقبل التام، ده في الغالب بيدل على حاجه ان انت متوقع تحصل بحلول كذا او قبل نهايه كذا. يبقى في الغالب بستخدم الاكسبريشن باي وبعدين زمن مستقبلي بيبقى في الغالب بعيد شويه، مثلا باي 2026 مثلا I will have graduated from university، هكون اتخرجت من الجامعه. تمام؟ يبقى تركيبه المستقبل التام will زائد have زائد التصريف التالي. ما ينفعش اجيب has بقى، ليه؟ لان بعد will لازم هجيب الايه؟ الفعل بدون تصريف. يبقى will have زائد البي بي او التصريف التالي. وهو معناها ان حاجه مثلا مخطط لها ان هي تتم مثلا في بحلول سنه كذا، حاجه مستقبليه في الغالب بعد كام سنه يعني. اوكي؟ او اقول مثلا by 2050 بحلول سنه 2050 we will have used electric cars. او everyone will have used electric cars. الجميع هيكونوا استخدموا سيارات كهربائيه. لان خلاص معروف الوقت ان السيارات بتعمل عوادم السيارات بتعمل تلوث، فالتكنولوجيا اصبحت موجوده ومتاحه. حتى ان رينج بتاع السيارات الكهربائيه دلوقتي بيعدي 300 كيلو او 300 مايل، يعني ممكن يوصل 400 كيلو في بعض الاحيان قبل ما تشحن السياره مره اخرى يعني. فاذا انت متوقع دلوقتي بعد مثلا 20 سنه كمان هيكونوا طوروا التكنولوجيا دي اكتر، هيكونوا مثلا عملوا ستيشنز بتاعت شحن اللي هي الكتريك ستيشنز بدل الجاس ستيشنز في الاماكن العامه في معظم البلدان. فطبيعي ان دي هتكون تكنولوجيا نظيفه ما بتضرش بالبيئه او ما بتعملش تلوث. فانت بتقول مثلا باي 2050 او باي 2030 وي ويل هاف يوزد الكتريك كارز او everybody ويل هاف يوزد الكتريك كارز. يبقى حاجه مستقبليه بس بعد فتره زمنيه معينه. أنا لخصت لكم الثلاث أنواع من الـ future في البيبر ديت ونقراها مع بعض. يبقى أول future عندنا الـ future simple العادي اللي إحنا كلنا بنستخدمه وعارفينه وده الأكثر شيوعًا، يعني هو عبارة عن will زائد الفعل بدون تصريف، بس عايز تقول إن حاجة لسه هتعملها في المستقبل بعد يوم بعد اتنين بعد ساعة بعد ساعتين، يبقى هستخدم will زائد الفعل. مثال He will go out in the evening. احنا مثلا لسه العصر او الظهر، هو بيقول انت بتقول على صديقك هو هيخرج بالليل، انت متفق معاه هو هيخرج بالليل وانت مثلا تخرج معاه، يبقى he will go out in the evening. فالاكسبريشن in the evening هنا معناها لسه زمن ما جاش، فهو يدل على المستقبل عشان كده. طب هل لازم يكون في كل جمله بحط فيها الزمن المستمر المستقبل يكون فيها علامه على المستقبل؟ لا مش شرط. ده هو بيجيبها لك في الامتحان عشان يدلك على انك تحط الجمله دي في زمن ايه. لان لو ما فيش دلاله واضحه على انك تحطها في زمن الفيوتشر او الباست او غيره يبقى يفضل على طول احطها في المضارع البسيط. لو في جمله في الامتحان بيقول لي حط الفيرب في التنس المناسب وما جابليش ماركر واضحه خالص زي عين الشمس كده يدلني على ان احط الزمن ده في مثلا المضارع التام، يجيب لي مثلا فور او سنس عشان احطهم في المضارع التام، او يجيب لي يسترداي عشان احط الزمن في الماضي، او يجيب لي مثلا تومورو او نيكست ويك عشان احط الزمن في المستقبل. لو ما فيش العلامات دي خالص يبقى احط الجمله في الزمن المضارع البسيط العادي جدا. تمام؟ طيب يبقى مش شرط في كل الاحوال ان انا اجيب ماركر او حاجه تدل على ان الجمله لازم تبقى في زمن معين. طيب she will visit her aunt next Tuesday، سوف تزور عمها أو خالها الأسبوع القادم اللي هو يوم الثلاث القادم. I will graduate in July. واحد هيتخرج في شهر جولاي 7، لسه ما كانش جه يعني الشهر ده، فبيقول I will graduate، سوف أتخرج في شهر يوليو. They will start a new project soon. يبقى كلمة soon وكلمة in July أو in the evening يعتبر زمن مستقبلي بالنسبة للمتحدث، أو كلمة next دي كلها تدل على المستقبل. والمستقبل البسيط سهل جدا، بجيب ويل زائد الفعل بدون اي تصريف زي الامثله اللي قدامنا دي يا جماعه. طيب لو انا حبيت استخدم زمن المستقبل المستمر
اللي هو يدل على او انا عايز اكد على ان الحاجه او الايفنت او الاكشن خد وقت شويه. زي بالظبط ما بتكلم في المضارع البسيط والمضارع المستمر. I am watching TV يعني انا قاعد اتفرج على التلفزيون وعايز اكد ان ده خد بياخد او هياخد مني وقت شويه. بالظبط نفس الحكايه. Will be زائد الفعل زائد ing. بقى لو عايز اعمل مستقبل مستمر او احط الجمله في زمن المستقبل المستمر واكد ان الاكشن هياخد مني وقت شويه في المستقبل، يبقى اقول will زائد be زائد فعل في ing. مثلا I will be studying at 7 p.m. انت بتقول لصديقك انا هكون بذاكر الساعه 7 مساء، هياخد مني بقى الكلام ده وقت ممكن ساعه ممكن ساعتين، فانت عايز توصل له ان انت الموضوع ده هياخد وقت شويه. طيب مثال اخر، he will be washing the car tomorrow morning. برضو عمليه غسيل السياره ده ياخد وقت. او انت عايز تاكد للشخص اللي انت بتكلمه ان هو هيكون بيغسل السياره، يبقى دي حاجه هتاخد وقت. tomorrow morning ممكن ده يقعد لحد مثلا قرب الظهر او مثلا ساعه ساعتين الى اخره. طب مثال اخر، she will be cleaning the kitchen next week. برضو موضوع cleaning the kitchen ممكن تغسل الاطباق، تغسل الاشياء، تغسل حاجات ثانيه في المطبخ مثلا the floor الى اخره، فالموضوع هياخد وقت. انت عايز توضح او تقول ده هياخد وقت شويه، يبقى will be cleaning the kitchen. استخدمت المستقبل المستمر عشان تاكيد على جزئيه ان الحدث هياخد وقت. مثال اخر نمبر 4، they will be swimming in the club. هيبقوا بيسبحوا في النادي. طبعا موضوع السباحه برضو بياخد وقت، او انت عايز تقول ان هم هيستغرقوا وقت في السباحه. طيب افرض بقى عايز استخدم المستقبل التام. المستقبل التام حاجه مثلا في المستقبل البعيد شويه لكن من المتوقع تحصل او في تخطيط ان هي تحصل، فبستخدم will زائد have زائد البي بي اللي هو التصريف التالي. will زائد have زائد التصريف الثالث. هي الزمن البيرفكت زي have او has زائد التصريف الثالث المضارع التام يعني. مستقبل التام بضيف عليهم will، طالما ضفت will يبقى ما اقدرش اجيب بقى has، يبقى لازم اجيب have بس. يبقى المستقبل التام will زائد have زائد التصريف الثالث. امثله عليه، I will have graduated by 2026. بحلول سنه 26 هكون اتخرجت. انا مثلا في الكليه من 2000 مثلا و2، انا بقعد 4 سنين في الكليه، خلصت سنه اولى، فبقول by 2026 I will have graduated. بحلول عام 26 هكون اتخرجت. يعني انا مخطط لذلك، او انا راجل بذاكر كويس والكليه 4 سنين، انا في السنه الاولى خلصتها، يبقى قدامي الفتره المتبقيه، فانا عارف ان by 2026 I will have graduated. يبقى ده زمن المستقبل التام. طيب he will have finished his homework by 8 p.m. هو لسه مثلا احنا الصباح او الظهر، وهو بيقول انت بتقول عليه يعني هو هيكون انتهى من الواجب بتاعه الساعه 8 مساء. انت عارف صديقك وعارف بياخد وقت قد ايه، وهو مخطط ان هو يبدا مثلا الساعه 5، فبحلول الساعه 8 هيخلص، فانتوا بعد كده متفقين هتخرجوا او حاجه. يبقى by 8 p.m. he will have finished his homework. will زائد have زائد التصريف الثاني. مثال اخر، she will have watched the movie by the evening. برضو will have watched، هي مخططه هتتفرج على الفيلم العصر مثلا، هياخد وقت هيتخلص قبل المساء او بحلول المساء. يبقى by the evening بحلول المساء she will have watched the movie، هتكون اتفرجت على الفيلم. اخر مثال، they will have sold their house by July the 1st. هم مخططين البيت يبيعوه بحلول الاول من يوليو، عرضوا للبيع وفي ناس مثلا جم واتفرجوا وخلاص، وفي اتفاقيه ان بحلول الوقت ده هيكونوا فعلا باعوا البيت. يبقى they will have sold the house by July the 1st. يعني الموضوع سهل جدا يا جماعه. في الغالب لما بيجيب لي باي زائد زمن مستقبلي بحطها في المستقبل التام، لو انا عايز اكد على استمراريه الحدث الى لفتره من الزمن في المستقبل بحطه في الزمن المستقبل المستمر اللي هي will زائد be زائد ing. لو انا مجرد عايز اقول ان حاجه هتحصل لسه في المستقبل، لسه ما حصلتش لحد الان لكن في المستقبل، يبقى هقول will زائد الفعل. I will مثلا join university، هلتحق بالجامعه. I will graduate. I will marry. I will start my job الى اخره، حاجات لسه في المستقبل وعايز مجرد ان اقول ان هعمل كذا في المستقبل، يبقى المستقبل البسيط will زائد الفعل. طيب نشوف بقى لو في تمرين تطبيق على هذا الكلام. خلصنا جزء الفيوتشر تنسز دلوقتي.
يعني ممكن نقول استخدم قول بعض الأمثلة اللي هي تدل على المستقبل. طيب هو هنا هيبدأ حاجة جديدة خالص اللي هو اقرأ مدونة وغيره، يعني مش تطبيق على الزمن المستقبل. خلينا نبص على الورك بوك، هيكون أكيد جايب تطبيق على أجزاء الجرامر، بيبقى جايب عليها تطبيق مباشر عليه. طيب جزء اللانجوج أو الجرامر أهو فعلا جايب تطبيق على استخدام الأزمنة الأزمنة المستقبلية. بيقول لي circle the correct words. Soon my little brother، يا ترى أقول will be ولا will be being too old for primary school؟ لا، الإجابة الصحيحة هو أصلا كمان مختار هوت will be. تمام؟ أصلا will be being ما ينفعش استخدمها، be دي ما ينفعش استخدمها في المستقبل المستمر. تمام؟ طيب يعني يا إما يكون يا إما لا يكون، دي من الحاجات اللي ما ينفعش، زي الأفعال بتاعت الإحساس والشعور، زي مثلا like، زي hate، أفعال المشاعر دي ما ينفعش أحطها أصلا في الأزمنة المستمرة، وبما فيهم الزمن المستقبل المستمر، ما ينفعش أحطها في المستقبل المستمر. يعني مثلا ما ينفعش أقول I will be liking the movie، لا، يبقى إما أقول I will like the movie أو I will hate the movie. يعني أنت مثلا بتحب الأفلام التاريخية، واحد زميلك بيقول لك there is a historical movie عن مثلا تاريخ مثلا أوروبا، the history of Europe عملوه، فانت بتقول له I will like the movie، انا هحب الفيلم ده لان انا بحب الهيستوريكال موفيز. اوكي، واحد تاني ما بيحبش الافلام التاريخيه يقول I will hate the movie، يعني لو انا شفته اكيد مش هحبه. تمام؟ فكلمه love و hate ما ينفعش اخليهم بقى في المستقبل المستمر، ما ينفعش اقول I will be loving او I will be liking، لان انت يا اما بتحب حاجه يا اما بتكره. نفس الشيء لو انا استخدمت like او love او hate في زمن المضارع او المضارع المستمر، ما ينفعش استخدمهم في المستمر، لازم استخدمهم في المضارع البسيط. اوكي، اقول مثلا I like historical movies، ما ينفعش اقول I am liking، يعني انا بحاول اهوت احب الافلام التاريخيه، ما ينفعش في حاجات معينه وفقا للمعنى بتاعها ما ينفعش اخليها في الزمن المستمر. فاذا يعني الاجابه الصحيحه هنا will be اللي هو مستقبل بسيط عادي، will زائد الفعل. طيب within the next few years، يعني في غضون السنوات القليله القادمه، we won't be ولا we won't have been able to see tigers؟ لا، يبقى we won't be able، برضه هنا استخدم المستقبل البسيط العادي، سواء بقى نفيته او ما نفيتوش حسب المعنى، وعايز يقول مش يعني في غضون السنوات القليله القادمه مش هنقدر نشوف تايجرز او النمور في البريه، يعني مثلا في الجانجل في الغابه، لا هنشوفهم فقط في in zoos، يعني في حدائق الحيوانات. اوكي، يعني ممكن يكون ناس بتصطاد النمور او حاجه عشان تستخدم الجلد بتاعها او لاي سبب اخر، فهو الظاهر هيكون ما فيش عدد من النمور متبقي في الجانجلز، فهنلاقيهم بعد كده فقط في ذا زو او الحيوان حديقه الحيوانات. يبقى we want to be، الاجابه الصحيحه want to be، ما فيش داعي نخليها في المستقبل المستمر. طيب نمبر المستقبل التام، يعني we won't be able to see tigers. طيب نمبر 3، in 3 decades schools will use ولا will be using computers instead of teachers. يبقى in 3 decades ممكن اقول schools will be using computers instead of teachers. طب استخدمت في المستمر ليه؟ لان استخدام الكمبيوترز في التدريس ده هياخد وقت، بياخد وقت في الشرح، ياخد وقت في الحاجه، فانت متوقع ان هم هيستخدموا الكمبيوترز في المدارس instead of teachers بدل من المدرسين. يعني زي ما احنا كنا قلنا كده في الدرس، في روبوت بيدرس، طبعا هو في روبوتات تستخدم في الجامعه دلوقتي بره يعني في التدريس، بس مش تدريس بمعنى ان هو الروبوت بيدرس وما فيش محاضر او دكتور في المحاضره، لا، ده هو بس بيساعد او بيعين الدكتور او المحاضر على انه ياخد مثلا الغياب، يعني taking the attendance، او ان هو بعض الحاجات اللي هي المسانده، يعني المساعده. اوكي، هو هنا بيتوقع ان هيبقى في المدارس هيستخدموا هذه الروبوتات او الكمبيوترات بدل من المدرسين، يعني بعد كده المدرسين هتروح تصطاد، يعني مش تلاقي حاجه تعملها. طيب ده المتوقعين، يبقى in 3 decades schools will be using كمبيوتر. ليه استخدمنا المستقبل المستمر؟ لان موضوع التدريس والحاجات ديت بياخد وقت، فاحنا عايزين ناكد على ان هذا العمل او هذا الاكشن بياخد ايه؟ وقت.
طيب نمبر 4 within the next 100 years we will have found a way to use water for fuel. واحنا استخدمنا هنا المستقبل التام لان ده حاجه في المستقبل البعيد شويه مثلا في خلال 100 سنه وان احنا هنكون اكتشفنا طريقه لاستخدام الماء كوقود يبقى will have found. اوكي طبعا وفقا للمعنى اللي قدامك ممكن تحدد اذا كنت تحط الجمله في زمن المضارع المستقبل البسيط العادي ولا المستقبل المستمر ولا المستقبل التام. يعني الموضوع سهل جدا يا جماعه، احنا لازم نتعامل مع الجرامر ان هو حاجه بتساعدنا على استخدام اللون. وانا بقول لك 90% او اكتر من استخدامنا في زمن المستقبل هيكون المستقبل البسيط. الا لو جاب لي في الامتحان مثلا سؤال في الغالب بيكون فيه الاكسبريشن باي وزمن مستقبلي بعيد شويه، يبقى انا على طول ومن غير ما افكر احطه في المستقبل التام. احنا مثلا سنه 2022 هيقول لي مثلا باي 2030 او باي 2040 يبقى مثلا وي ويل هاف يوزد الكتريك كارز، يبقى اقول هنكون استخدمنا السيارات الكهربائيه على سبيل المثال. يبقى الجرامر بنستخدمه مش مجرد ان دي حاجه صعبه وان انا بحفظها وان انا اقعد بقى اجيب الحالات كلها زي ما احنا قلنا قبل كده والاستثناء بتاعتها، لا احنا بنعرف القاعده بشكل مبسط وبعدين الاستخدام بقى اهم حاجه. فانا بقول لك في الاستخدام 90% او اكتر من استخداماتنا اليوميه او في الكتابه او في المحادثه للازمنه المستقبليه هي هتكون مستقبل بسيط، يعني ويل زائد الفعل سهله ما فيش فيها اي مشكله. لكن في الامتحان لو جاب لي جمله مثلا فيها باي زائد زمن مستقبلي بعيد شويه يبقى في الغالب بحطها في المستقبل التام، دي اللي هو بيجيبها في الغالب يعني. طيب لو انت عايز تستخدم مع صديقك فبتعمل محادثه عاديه جدا وعايز تاكد على ان حاجه هتعملها في المستقبل هتاخد وقت يبقى حطها في المستقبل المستمر اللي هو ويل زائد بي زائد فعل في اي ان جي. زي ما قلت لك المثال اللي قلته لك في اول الفيديو، لا ممكن اقول لزميلي انا هكتب مقاله الاسبوع القادم، ممكن اقولها بالمستقبل البسيط العادي I will write an essay next week. خلاص انت في الحاله دي بتقول له ان انا هكتب مقال الاسبوع القادم، الايفنت نفسه الحدث نفسه المهم ان انت توصل له الاسبوع القادم انا هكتب المقال. طب افرض انت عايز توصل له ان كتابتك للمقاله دي هتاخد وقت، هتاخد منك وقت، يبقى اقول بقى I will be writing an essay next week. يبقى الاثنين في المستقبل، واحد في المستقبل البسيط والثانيه استخدمتها في المستقبل المستمر. ليه استخدمتها في المستقبل المستمر؟ عشان اقول لصديقي ان هذا الحدث او هذا العمل اللي هو كتابه المقاله هتاخد مني وقت، مش حد بقعد كده على الديسك يكتب مقاله في دقيقه، لا هتاخد وقت. فاذا يا اما ان انت ليك الخيار تقول له انا هعمل كذا، يبقى انت المهم عندك انك تقول له ان انت هتكون بتكتب، او ان الكتابه دي هتاخد منك وقت، وكلاهما في المستقبل، دي متروك ليك انت بقى في الحاله دي. ما لم يجيب لي في الجمله حاجه دليل على ان خلاها في المستمر يكون اكتر. اوكي؟ بس فيما عدا ذلك الاثنين المفروض صح، مفيش حاجه يقول لي غلط ان ليه استخدمت هنا المستقبل البسيط وليه استخدمت هنا المستقبل المستمر، لان كلاهما هو قال لي هكتب المقال، والمقاله بطبيعه الحال هتاخد وقت، بس ده وفقا لاستخدامي انا كمستخدم للغه اقدر اوصل لك ان انا هكتب المقاله وانتهينا كحاجه مستقبليه، او اقدر اوصل لك ان هتاخد مني وقت لو استخدمت المستقبل المستمر. في النهايه انا بقول لك الازمنه المستمره الثلاثه اللي احنا قلناها سواء مستقبل بسيط او مستقبل مستمر او مستقبل تام 90% من استخداماتنا في اللغه هي المستقبل البسيط. اوكي؟ وبعدين بعد كده في درس اخر هنعرف ايه الفرق بين المستقبل البسيط وان استخدم going to زائد الفعل لو انا مثلا حاجه بقى اسمها المستقبل القريب، يعني حاجه في خلال ساعه ساعتين، لو بيخيرني في الجمله ما بين will زائد الفعل او going to زائد الفعل في حاجه يعني هتحصل بعد ساعه بعد اثنين بعد يوم، يبقى هستخدم الايه؟ going to زائد الفعل اللي احنا ساعات بنختصرها ونقول gonna. I'm gonna visit my friend at 6 او 7 p.m. طالما ان ديت 6 او 7 النهارده يعني بعد 3 4 ساعات يبقى يفضل استخدم going to زائد الفعل اللي هي بتختصر شفاهة كلمه gonna. I'm gonna visit my friend this evening او at 7 p.m. طيب لو هو ما بيخيرنيش ما بين will زائد الفعل او going to زائد الفعل يبقى الاثنين صح،
يعني حتى لو انا هعمل حاجه بعد الساعه واحدة ممكن اقول I will visit my friends after one hour او in one hour، صح مش غلط. لكن لو بيخيرني في سؤال في الامتحان بعد ما نكون خدنا بقى الجزء بتاعي اللي هو going to زائد الفعل ان شاء الله ناخده في درس قادم بعد كده، بيخيرني ما بين كاتب لي كده will visit و going to visit مثلا و have visited my friend مثلا in one hour، يبقى المفروض اقول ايه؟ I am going to visit my friend in one hour. افضل ما استخدم will visit، لان هنا التركيبة going to زائد الفعل زي ما هناخد بعد كده هي تستخدم للمستقبل القريب. فهم دول اللي بنستخدمهم اكتر حاجة، اما will زائد الفعل، يا اما لو انا عايز اعبر عن قرب الحاجة هي صح مستقبل بس قريب يبقى going to زائد الفعل، اللي هي اختصارا في النطق بقولها gonna. I'm gonna visit my friend. I'm gonna have my lunch. I'm gonna مثلا have a look at the blog، ابص على المدونة. I'm gonna مثلا call my friend after 5 minutes. يبقى كل الحاجات اللي هي تعتبر مستقبل قريب يفضل استخدم اللي هي gonna او going to زائد الفعل. لو انا بعمل مستقبل اجمالا بشكل عام يبقى اقول will زائد الفعل. جاب لي بقى في الجملة حاجة تخليني احطها في المستقبل المستمر، اوكي يبقى هستخدم will زائد be زائد فعل زائد ing. طب افرض حاجة مستقبل تام، يعني هجيبها مثلا بعد كام سنة هنستخدم سيارات كهربائية كلنا، يبقى by 2040 we will have used، يبقى will زائد have زائد ال PP اللي هو التصريف التالي electric cars. اوكي دي بس شكل المرة دي ركزنا على الأزمنة المستقبلية. إن شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم عن بقية الجزء بتاع يونت 3 اللي هو بيتكلم عن جزء في بلوج أو مدونة، وهنشرح الكلام اللي هو كاتبه عن التكنولوجي والحاجات اللي هي وردت في التكنولوجي. أنا بحاول قدر الإمكان في الفيديوهات بنكون كل مرة بنركز على حاجة معينة، مرة قطعة reading، مرة قطعة listening، مرة قطعة grammar، عشان يبقى التركيز على الحاجة بتاعت اليوم ما نتلخبطش، وبنعمل عليها تطبيق مباشر سواء من الكتاب أو من الورك بوك. أوكي؟ أنت بقى كهوم وورك ممكن إن أنت تعمل لنا when do you think we will have done the following answer using the phrases in the box. يعني ده ممكن يكون تطبيق فعلا على الزمن المستقبل او الازمنه المستقبليه، مثلا in the next decade في العقد القادم، او in the next 100 years، وبعدين never ابدا، one day في يوم من الايام في المستقبل، soon يعني قريبا، within the next year or two في غضون السنه او السنتين القادمتين. هو جاوب لك اول واحده هي run out of oil، يعني هنخلص البترول امتى او هيبقى مش هيبقى عندنا بترول امتى. هيقول مثلا I think we will have run out of oil in the next 100 years. اعتقد ان احنا هنكون خلص من معانا البترول الناس بشكل عام يعني في غضون المئة عام القادمة. يبقى هنا استخدم مستقبل تام لان ديت زمن طويل شوية، مستقبل يعني بعيد شوية، ففي الغالب بستخدم فيه will زائد have زائد التصريف التالي. فانت جاوب لنا على بقيه الجمل دي كهومورك. مثلا send people to Mars، امتى هنكون قادرين ان احنا نبعت الناس للمريخ؟ يبقى لو كان مثلا في غضون مثلا سنتين يبقى مثلا in the next year or two we will send people to Mars، احنا نكون قادرين ان احنا نبعت الناس للمريخ. لو انت شايف ان في خلال عقد او حاجة يعني مدة طويلة يبقى within the next decade يعني او in the next decade في العقد القادم we will have sent people to Mars، يبقى will زائد have زائد التصريف الثالث اللي هي المستقبل التام. لو حاجة هتحصل بعد مدة زمنية طويلة يفضل المستقبل التام. فكمل بقى التمرين كهومورك وان شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة. wishing you all the best.